افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من المشروعات كانت امس واول من امس. امبارح الحقيقه الرئيس السيسي زار قريه الابعديه في محافظه البحيره اللي غيرت شكلها تماما. مش احنا اللي بنقول كده، كل الناس اللي راحوا هناك اهالي المدينه هناك كمان يعني كان عندنا بعض لقاءات معاهم، تحدثوا عن ما تم في قريه الابعديه من مشروعات حياه كريمه اللي الحقيقه غيرت شكل القريه والحقيقه حلت الكثير والكثير من المشاكل السابقه اللي كان بيعاني منها اهل هذه القريه. مش بس كده، تناول الافطار ايضا سياده الرئيس مع اهالي القريه، وبعدها افتتح الجامعه التكنولوجيه في محافظه الاسكندريه، وشاهد ايضا المؤتمر الوطني للشباب. وهذا المؤتمر طبعا زي ما قلت لحضراتكم انه يعني عاد مره اخرى للانعقاد بعد توقف دام 3 سنوات بسبب جائحة كورونا. سعداء برجوع المؤتمر مرة أخرى لأنه في الكثير والكثير من الحديث على الهواء مباشرة ما بين الشباب وما بين القيادة السياسية. الرئيس عبد الفتاح السيسي طلبات من الشباب، طرح رؤى، وفي نفس الوقت استجابات سريعة على أرض الواقع. أيضا شهد خلال فعاليات المؤتمر الوطني للشباب افتتاح عدد من المشروعات عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وكمان الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد بالأمس افتتاح محطة تحية مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية. تم تنفيذ هذه المحطة بالكامل داخل مياه ميناء الإسكندرية علشان تكون أول محطة من الموانئ المصرية تدعم تجارة الترانزيت، وبتضم أكبر أوناش تعمل أوتوماتيكيا لتفريغ وتحميل السفن العملاقة. مش بس كده، كمان مدعاة للفخر إن من يكون أو من يعني عمل على هذه المحطة وأنشأها أيدي مصرية 100%. فبكل تأكيد نحن نفخر بالأيادي المصرية العاملة على مثل هذه المشروعات اللي بتصدر صورة للداخل والخارج أكتر من رائعة، صورة فيها حماس، صورة فيها إمكانيات وقدرة المصريين في شتى المجالات. طيب نرجع مرة تانية للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي اتكلم عن مستقبل العمل في المحطة وعن المخطط اللي بتستهدفه الدولة فيها. كمان اتكلم سيادته على دور المشروعات اللي بتحصل في مصر وانعكاساتها على المستقبل وعلى الاقتصاد المصري. احنا محتاجين نتعرف أكتر تفاصيل طبعاً عن يعني ما تم في الإسكندرية من إنجازات، خصوصا محطة تحيا مصر. عشان كده بينضم لنا هاتفيا الأستاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي. مساء الخير يا فندم. بخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بيك. الحقيقة يعني سريعا كده الرئيس عن استقبل الرئيس التنفيذي للخطوط الملاحية الفرنسية CMA، عايزين نتعرف من حضرتك على دور الشركة في محطة تحيا مصر للأغراض المتعددة. حضرتك في البداية أنا أحب أتكلم إن إحنا إمبارح بدأنا نشوف أول مشروع في مشروعات كتير جدا هيبدأ يحقق رؤية مصر 2030 في الجمهورية الجديدة فيما يخص تحويل مصر لمحور لوجستي عالمي. باختصار شديد، مصر بالموقع اللي هي بتمتاز بيه بتمتاز بمواني على البحر الاحمر وبتمتاز بمواني على البحر المتوسط. كان في قصور خلال سنوات سابقه فيما يخص تجهيزات المواني للاجيال الضخمه. انا كنت سامع حضرتك وبتتكلمي على الاجيال الحديثه من السفن اللي المفروض ان لو كان الوضع فضل كما سبق ما كانتش هتقدر المواني المصريه تتعامل مع هذه السفن. فبدايه التطوير احنا بدانا نشوف معالي وزير النقل امبارح هو بيتكلم على تطوير ميناء الاسكندريه الكبير والمخطط العام اللي كانت من ضمنها امبارح افتتاح محطه المتعدده الاغراض تحيا مصر. المحطه طبعا زي ما اتشرح امبارح محطه من ضمن مشروع عالمي. امبارح يا فندم ما كانش مجرد افتتاح، ده كان عرض للرؤيه بتاعه الدوله المصريه فيما يخص محاور لوجستيه على البحر الابيض والبحر الاحمر. امبارح سياده الرئيس اشار الى المحور اللي بيتم عمله فيما يخص تطوير ميناء السخنه والمحور القطار الكهربائي اللي هيطلع من ميناء السخنه لميناء الاسكندريه الكبير، وده المحور ده كان مهم جدا فيما يخص الوقت والسرعه. القطار الكهربائي بيتكلم على مشروع تطوير ميناء العريش ومحور العريش طابه، بيتكلم على تطوير ميناء الاسكندريه، ميناء شرق وغرب بورسعيد. كل دي مفيش مين يا فندم من المواني دي بيشتغل بطريقه منفصله عن بقيه المواني، في ترابط. لو حضرتك راجعنا القريطه اللي كانت بتتعرض امبارح كل المواني دي حضرتك مرتبطه ببعض
بحيث ان يبقى فيه تكامل كامل ما بين المواني. النقطه الثانيه المواني الجافه، وتم افتتاح امبارح محو ميناء السادس من اكتوبر البري. الميناء ده حضرتك المفروض ان هو بيرتبط مع ميناء الاسكندريه عن طريق خط قطار سريع. كل ده والنقطه والتطويرات اللي حصلت في السكه الحديد والنقل بالسكه الحديد ده عامل مهم جدا لتخفيف الضغط على الطرق، لان استخدام السكه الحديد والتطويرات اللي حصلت في مرفق السكه الحديد المصري على مدار الخمس سنين اللي فاتوا دي حاجه مدعاه للفخر. المحطه تحيا مصر حضرتك دي محطه بتشتغل بالطاقه النظيفه، ودي نقطه مهمه جدا العالم كله بيتجه ليها. الجرين بورت، الجرين بورت دي حضرتك معدل الانبعاثات فيها يكاد يوازي الصفر، معموله على احدث طراز. يمكن فخامه الرئيس وهو بيتكلم امبارح مع الفريق كامل فيما يخص الزياره اللي كانت تمت لسنغافوره، واتقال ان احنا محتاجين سيستم زي ده في غرفه التحكم تشغل المينا. فعلا المينا بيشتغل باحدث تقنيه على مستوى العالم في عمليه شحن وتفريغ السفن، بيقدر يستقبل الاجيال الجديده والاجيال المتوقع انشائها خلال العشر سنين الجايين. فالمكان نفسه كان مفخره لكل مصري، وزي ما انا قلت ان المينا ده مش مينا وحيد. النقطه الثانيه يا فندم، هي في رؤيه استراتيجيه لعمليات تطوير وبناء يعني بشكل كبير جدا لاغلب المواني المصريه، والنقطه دي حضرتك شرحتها تماما. طيب الجزء الخاص بعمليه تشغيل يعني المحطه، الخطوط الملاحيه الفرنسيه سي ام اي هي الماء ستتولى عمليه التشغيل، محتاجين تفاصيل اكتر يا فندم. هو يا فندم فيما يخص المشغل، سيادة الرئيس قال ان احنا بنعمل البنيه التحتيه والمشغل يبقى فيه بنيه فوقيه بجانب التدريب. احنا بنستفيد بايه بالمشغل الاجنبي؟ احنا بنستفيد ان بناخد النو هاو. الناس دي ده كيانات من اكبر الكيانات الملاحيه واداره المواني في العالم، وهو مش كيان واحد. تمت الاشاره برضو لمجموعه هاتسون، وتمت الاشاره لمجموعه ام اس بي. كل الاسماء دي تعتبر من اكبر اربع مستشارين في العالم هنستفيد منهم. اللي انت بتستفيدي حضرتك ان الشباب بتوعنا اللي هم موجودين فيما يخص المحطة بيستفيدوا بالبرامج التقنية، بيتم تدريبهم عليها على أعلى مستوى، بيتم الاستفادة بجميع الخبرات بالكيانات دي. أقل كيان بيدير من 50 ل60 مينا على مستوى العالم، بناخد أحدث ما توصل إليه. شبابنا بيوصل لمرحلة إن هو بيتم تدريبه على أحدث المعدات بأحدث الخبرات الأجنبية. هو ده اللي احنا بنقدر نستفيده من الكيانات الكبيرة دي، لأن يعني هذا لا يمنع إن احنا لازم نستفيد من اللي سبقونا في الخبرات في المجال. وشبابنا واعد، وزي ما تمت الإشارة إن 95% من حجم العمالة اللي موجودة هم شباب مصري. كل النقط دي نقط مهمة جدا. الممثل الأجنبي اللي بيدير المينا وبيتم الاستفادة من جميع الخبرات دي، كل دي خبرات تراكمية بيستفيد منها الشباب المصري. يبقى أشار سيادة الرئيس في أكثر من حديث لي عن عملية إدارة المشروعات الكبرى، إحنا كده بنتكلم على إن في شركات عالمية هي من ستدير المحطة وتنقل خبراتها لشبابنا المصري. طيب أخيرا محتاجين نوضح أكتر للمشاهدين جدوى وأهمية المشروعات اللي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى رأسها محطة تحيا مصر، بالنسبة طبعا للتجارة بقى عالميا. التجارة عالميا يا فندم في موضوع مهم جدا لازم نشير ليه، وسيادة الرئيس أشار ليه في سنة 2015، إن ما ينفعش يبقى عندنا قناة السويس اللي بتعدي منها 12% من التجارة العالمية، وما بنقدرش نستفيد من تجاره الترانزيت اللي بتعدي في القناه. احنا عندنا صحيح 12% من بضائع العالم بتعدي من قناه السويس ما كانش بيتم الاستفاده فيها. قناه السويس كانت مجرد بالنسبه لنا ممر ملاحي وخلاص. لكن دلوقتي حضرتك ايه هي تجاره الترانزيت باختصار؟ ان السفينه العملاقه اللي بتعدي بتقف في الميناء تفرغ مجموعه ضخمه من الحاويات، كذا الف حاويه، ويتم بعد كده توزيع هذه الحاويات على الدول الملاصقه لمصر في المحور بتاع شرق المتوسط وجنوب المتوسط من خلال السفن الصغير. دي قيمه مضافه. الحاويه دي ما دخلتش جوه الاراضي المصريه، دي مجرد انها اتفرغت في الميناء وتمت اعاده شحنها. النقطه الثانيه اللي تم الايضاح ليها ان حضرتك في دوله زي سنغافوره قائمه على تجاره الترانزيت. حضرتك لك ان تتخيلي ان 25 ل 30 مليار دولار دخل سنغافوره السنوي من تجاره الترانزيت فقط. الميناء ده
هيتيح لينا، لان المينا ده بيمتاز ان هو موقعه الفريد على البحر المتوسط، هيتداول حوالي من 1.5 مليون حاويه سنويا، اغلبها ان شاء الله هتبقى بتعظيم تجاره الترانزيت. وامبارح شفنا نموذج مثالي انا حابب اشير ليه، التكامل بين الوزارات. ان وزاره النقل ما بتشتغلش لوحدها، معالي وزير الماليه كان موجود امبارح وبيشرح التجربه اللي هتتم فيما يخص التعامل الجمركي مع الحاويات. احنا كان في شكوى كبيره جدا من العملاء ومن المتعاملين مع الجمارك من خلال المواني ان في تاخير في البضائع، في تاخير في الاجراءات. فالتم امبارح من خلال شرح وزير الماليه للمنظومه اللي بتتم فيما يخص الافراج الجمركي المطلق لتسهيل الافراجات الجمركيه. صحيح، انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عمرو الشافعي الخبير الملاحي، شكرا جزيلا ليك يا فندم. ولسه مكملين الحقيقه مع حضراتكم وهاتفيا بينضم لنا دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهره للدراسات الاقتصاديه والاستراتيجيه. عايزين نعرف طبعا منه الفائده الاقتصاديه والاستثماريه اللي هتعود على مصر والمصريين من افتتاح محطة تحيا مصر والمشروعات اللي تم افتتاحها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا خلال اليومين اللي فاتوا. برحب بحضرتك يا دكتور عبد المنعم. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك. بيقولوا ان المحطة يعني هتنقل نحو 60% من حجم تجارة مصر الى جميع الموانئ، شايف ده ازاي وايه فرصنا الاستثمارية منها والعائد الاقتصادي بتاعها؟ طبعا احنا بنتكلم عن مشروع هو احد اهم مشروعات النقل البحري في مصر، واعتقد ان هذا المشروع هيضع مصر على في مصاف الدول اللي هي ما يطلق عليها صاحبه موانئ ذات اداء عالمي. نحن نتحدث عن محطه بتقام على يعني خطين او على رصيفين، رصيف 65 ورصيف 66 من ميناء اسكندريه، وبيتحولوا في ادائهم الى اداء عالمي من حيث سواء انها تكون محطه لوجستيه ذكية، محطة خضراء بتعمل بأحدث التقنيات التكنولوجية الحديثة، سواء كان في عمليات الشحن، عمليات التداول البضائع، لأنه موقع مصر الاستراتيجي كان لابد من الاستفادة منه في خدمات اللوجستية وخدمات النقل الملاحي بشكل كبير. أعتقد أن تطوير هذه الميناء وما ينتج عنها من أداء بإذن الله خلال الفترة القادمة هيكون ليه عوائد اقتصادية كبيرة. يكفي أن احنا نقول أنه خلال فترة إنشاء الميناء ديت من الثلاث سنوات الماضية اشتغل فيها أكثر من 150 ألف مواطن مصري. النهاردة بتوفر فرص عمل بعد تشغيلها من 1500 إلى 2000 من لثلاث يعني آلاف كمان، سواء مباشرة أو غير مباشرة، يعني 1500 مباشر. 1500 مباشر وغير مباشر ما بين 1500 إلى 2000 غير مباشر. وبالتالي أعتقد أن هذه المحطة تكون إضافة جديدة للدولة المصرية، ولا سيما انها قامت براس مال مصري خالص. احنا بنتكلم على تكلفه تجاوزت 7.2 مليار جنيه مصري خلال يعني غضون ثلاث سنوات تم انفاقهم على هذه المحطه، اللي النهارده مصر بتحاول انها تدخل تجاره الترانزيت، تجاره نقل الحاويات بشكل كبير جدا، لان دي تجاره على مستوى العالم في كثير من الدول. سنغافوره طبعا، في دوله الامارات العربيه وجبل علي يمكن احد الدول العربيه اللي بتشكل أهمية نسبية في هذا الموضوع، ويمكن حجم تجارتها أكثر من 15 مليار دولار سنويا. فأعتقد هذه المحطة مع تطوير محطة مع تطوير قناة السويس هيكون لهم باع كبير جدا في الدولة المصرية خلال الفترة القادمة بإذن الله. وده طبعا هيسهل دخول العملة الصعبة، وبالتالي هيوفر لنا سلع وبضائع وما إلى ذلك. أنا بشكرك شكرا جزيلا. شكرا دكتور عبد المنعم السيد رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، شكرا جزيلا ليك يا فندم.